نكمل درسنا. مناطق توزيع سكان الوطن العربي بقى، هو سكان الوطن العربي بيتوزعوا قد ايه؟ هل ان هم متوزعين في الاماكن كلها قد بعضها؟ اقول لك لا، ده بيتركزوا في اماكن وفي اماكن تانية بيقلوا فيها. بيتركزوا فين بقى؟ بيتركزوا في 4 اماكن. اول حاجة بيتركزوا في السهول الفيضية. ليه بيتركزوا في السهول الفيضية؟ عشان بسبب توافر المياه العذبة والمناخ المعتدل. تمام؟ طب بيتركزوا في السهول الفيضية زي مين؟ زي نهر النيل والدلتا في مصر ودجلة والفرات في العراق. يبقى بيتركزوا في السهول الفيضية اللي هي السهول اللي جنب مين؟ اللي جنب الأنهار، زي نهر النيل والدلتا في مصر ودجلة والفرات في العراق. ماشي؟ بيتركزوا ليه في المناطق دي؟ لتوافر المياه العذبة والمناخ المعتدل. طيب تاني أماكن بيتركزوا فيها السهول الساحلية. السهول الساحلية زي إيه؟ سواحل بلاد الشام وسواحل شمال أفريقيا. تمام؟ وبيتركزوا فين كمان؟ في المناطق المرتفعة زي مرتفعات لبنان، بتلاقي السكان متركزين عليها جدا. ليه بقى؟ لاعتدال المناخ. مش احنا خدنا في الترم الأول إن كل ما بنرتفع 150 متر درجة الحرارة بتقل بمعدل درجة مئوية؟ إذا الأماكن المرتفعة المناخ بيبقى معتدل عليها، لأن درجة الحرارة بتبقى أقل من تحت. يبقى بما تفصي يتركز السكان على مرتفعات لبنان. ليه السكان بيتركزوا على مرتفعات لبنان؟ بسبب اعتدال المناخ. تمام؟ كله مركز معايا؟ تمام طيب تمام المناطق الرابعة، الأماكن ماشي. الرابعة اللي ممكن تقولي بيتركز الحتة دي فيها تاني؟ السكان، المناطق الصناعية والتعدينية. المناطق الصناعية والتعدينية، أنت واحد دلوقتي بتدور على شغل وعايز تشتغل، هتروح تدور فين؟ مش هتدور في المناطق اللي فيها مصانع أو فيها استخراج بترول واستخراج معادن وكلام من ده، لأن بيبقى متوفر فيها فرص العمل، صح؟ يبقى بيتركز السكان في المناطق الصناعية والتعدينية لتوافر فرص العمل. ماشي؟ طيب بينظر السكان فين بقى؟ السكان بينظروا فين ولا بيقلوا فين؟ في المناطق الصحراوية، معروفة. مش هتسيب انت المناطق الفيضية والمناطق المرتفعة اللي الجو فيها معتدل والمناطق الصناعية والتعدينية والمناطق الساحلية وتروح تسكن في الصحراء. لا، السكان بينظروا في الصحراء، في المناطق الصحراوية زي ايه؟ الصحراء الكبرى في الجناح الافريقي وصحراء الربع الخالي في الجناح الآسيوي. يبقى ينظر السكان في المناطق الصحراوية زي الصحراء الكبرى في الجناح الإفريقي وصحراء الربع الخالي في الجناح الآسيوي. تمام؟ طيب بما تفسر، لما يجي يجيب لك سؤال هنا ويقول لك إيه؟ بما تفسر، تختلف الكثافة السكانية من دولة إلى أخرى. ليه الكثافة السكانية بتختلف من دولة إلى أخرى؟ بسبب عدد سكان كل دولة ومساحتها الكلية. يبقى تختلف الكثافة السكانية من دولة إلى أخرى في الوطن العربي وفق عدد السكان كل دولة ومساحتها الكلية. يبقى الكثافة السكانية بتختلف على حسب حاجتين اتنين، عدد سكان كل دولة ومساحتها الكلية. تمام؟ تمام طيب أنا لما أجي أقول هنا أحمد عيسى حمادة، ايوه قول لي يا حمادة، بيتركز السكان فين في الوطن العربي يا حمادة؟ في السهول الفيضية مثل سهول نهر النيل والدلتا في مصر وسهول دجلة والفرات في العراق. بسبب إيه بقى؟ لتوفر إيه؟ لأن متوفر فيها إيه؟ المياه العذبة والتربة الخصبة. ده لتوفر المياه العذبة والتربة الخصبة. المياه العذبة والتربة الخصبة، يبقى بيتركز السكان سواء في السهول الفيضية أو في السهول الساحلية لتوفر المياه العذبة والمناخ المعتدل. تمام؟ تمام. تمام؟
طيب بيتركز تمام. السكان، بيتركز السكان فين كمان؟ يارا بما تفسر يتركز السكان على مرتفعات لبنان يا يارا؟ نعم يا مس انا يا مس ما جاوبتش. سما أشرف، قولي يا سما. بما تفسر يتركز السكان على مرتفعات لبنان اللي بقى؟ الاعتدال المناخ. تمام، برافو. طيب محمد محمود، بما تفسر يتركز السكان في المناطق الصناعية والتعدينية يا محمد؟ لتوافر فرص العمل. برافو عليك. طيب حبيبة، بينظر السكان فين يا حبيبة؟ حبيبة ايوه مس، بينظر السكان فين يا حبيبة؟ الصحراء الكبرى في الجناح الأفريقي، والصحراء الربع الخالي في الجناح الآسيوي. تمام، برافو. طيب يوسف، بما تفسري يا يوسف تختلف الكثافة السكرية من دولة إلى أخرى في الوطن العربي؟ بسبب عدد السكان في كل دولة ومساحة الدولة يعني. تمام، برافو. المشكلة السكانية بقى في الوطن العربي. الوطن العربي بيعاني من المشكلة السكانية. ليه بتحصل المشكلة السكانية؟ المشكلة السكانية بتحصل ليه؟ لأن بيبقى في علاقة غير متوازنة بين عدد السكان والموارد التي تظهر بوجهين مختلفين. تمام؟ يعني احنا عندنا دلوقتي وجهين مختلفين في الوطن العربي من المشكلة السكانية. في مشكلة سكانية بتحصل بسبب زيادة السكان، إن في زيادة في السكان زي مصر عندنا كده والموارد قليلة. وفي مشكلة سكانية بتحصل بسبب قلة السكان، السكان قليلة بس في موارد زي السعودية، قطر، الإمارات والبحرين اللي هو دول الخليج عامة. يبقى يعاني الوطن العربي من المشكلة السكانية بسبب وجود علاقة غير متوازنة بين عدد السكان طب والموارد. إما إن يوسف ازاي بيبقى مشكلة لو الموارد اكتر من السكان ما هو في وكده دول الخليج، بالعكس؟ امال احنا ليه بنهاجر للسعوديه والكويت والامارات وقطر والكلام ده؟ لان هم هناك ما عندهمش عدد سكان كتير، هم هناك محتاجين عماله في البلد بتاعتهم، فاحنا بنروح ليه بس حتى عندهم السعودية موارد. بس نصهم تقريبا اصلا مش سعوديين ايوه انا ده اللي احنا يعني. بنتكلم فيه، ان هي المشكله السكانيه بتحصل بسبب علاقه غير متوازنه بين عدد السكان والموارد. تمام؟ فالمشكله دي ليها وجهين اتنين. اول حاجه ان بيبقى في زياده في السكان وقله الموارد زي مصر، الاردن، سوريا، او بيبقى في قله السكان وزياده في الموارد زي السعوديه، قطر، الامارات، البحرين. عشان كده احنا بنهاجر ليهم لان عندهم موارد كتير وعندهم قله في السكان. تمام؟ تمام. طيب ايه جهود الدول العربيه بقى عشان تحل المشكله السكانيه؟ الدول العربيه عملت ايه عشان تحل المشكله السكانيه؟ وضعت برامج تنمويه لمواجهه هذه المشكله، حطت برامج تنمويه عشان تواجه هذه المشكله، واستقبال عدد كبير من الوافدين اليها لاستثمار مواردها. الدول اللي عندها عدد السكان قليلين، لا ده بدأت ان هي تستقبل اعداد سكان كبيره، أعداد كبيرة من الوافدين إليها على استثمار مواردها. تمام؟ طيب العالم بيحتفل باليوم العالمي للسكان إمتى؟ خدناها المرة اللي فاتت، 11 يوليو. 11 يوليو. تمام؟ أوكي شباب؟ تمام يا بس، في أي تمام حاجة في الدرس مش مفهومة عيدها تاني؟ يا بس، تمام. علموا معايا على الواجب.
وهكتب لكم على جروب التليجرام بس الواجب ممكن آخر والحفظ، جزء اللي هو خالص يعني بكتبه مثلا على اللي هو جروب كان مع أمير التليجرام الزمان. ماشي، علمه أيوه معايا على الواجب. صفحة 20 وصفحة 21، صفحة 20 وصفحة 21. بس ممكن تعديلي على آخر جزء في الدرس اللي هو بعد الميزان ده. نعم. صح كده.